بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الوصول إلى الكنز، عندنا ثلاثة كنوز في هذه العلب، وعندنا ثلاثة متنافسين: إبراهيم وعبد العزيز وفواز. هنطبق هذه الاستراتيجية على التقويم التجميع الثاني، ونريد أن نكمل البيت الأول يا إبراهيم. أنا أحب، أريد منك أن تكتب لي كلمة أحب على السبورة حتى تتحرك خطوة للأمام. أحب، يلا. أحسنت، الهمزة فوق. حي، أحسنت. ب، أيوة، بس دايما لما نيجي نعمل الكسرة إبراهيم نعملها بالعكس كده كده. أحسنت، أنت الآن تتقدم خطوة للأمام نحو الكنز. قف على هذه، أحسنت. أكمل البيت الثاني يا عبد العزيز. وعينه يعيني، يعينني، وداره. أريد منك أن تكتب لي كلمة وداره. داره، روح يا أحمد. داره، أيوه، الهاء والراء مش باينين، أيوه كده. دايما نوضح الكلمات. أحسنت، تتقدم خطوة نحو الكنز. وكم أحب صاحبي. أحب، كتبت. يظل دوما، يلا اكتب لي دوما. دا و من، دا و من، هنا تنوين فتح، أيوة، حط الألف باء بس كده، خلاص دوما. أحسنت يا فواز، تقدم خطوة نحو الكنز. انتبهوا يا أبطال، انتبهوا معي يا صالح، انتبه يا عبد الله. الخطوة الثانية: نبقى معا في حبنا، في قبل الملاعب في كلمة، وهي نبقى معا في حبنا في البيت. اكتب لي يا ابراهيم كلمة البيت، وقل لي هل هي لام قمرية ام شمسية؟ اذا هي لام قمرية. احسن، شاطر، ما شاء الله ما شاء الله، اقتربت نحو الكنز. تقدم الى الخطوة الثانية، تقدم نحو الخطوة الثانية. الآن عبد العزيز، استخرج من هذا النص هنا كلمة معناها أساعده، أعينه. اكتب لي كلمة أعينه. أعينه أمامك على السبورة، هي بس أريد منك أن تستخرجها فقط. كبر شوية خطك. معك المساحة يا بطل، أحسن من إيدين. عينه، أحسنت أحسنت. تقدم خطوة نحو الكنز. لا، لسه في الثاني بس يا إبراهيم، ما في مشكلة. كلمة تحوي حرف مشدد، استخرج لي من النشيد يا فواز كلمة فيها حرف مشدد. ما هي الكلمة؟ يظل. انظر إلي واكتبها. يظل. فين الشدة؟ شدة وإيه؟ يظل. شدة و وضم، أحسنت. تقدم نحو الكنز. طيب، جمع كلمة ملعب. ملاعب. لو
أجبت الإجابة صحيحة وكتبتها ستصل إلى الكنز. ملاعب، اكتب لي كلمة ملاعب. خلي بالك ممكن ترجع تاني. ملاعب، لو أخطأت أيوة. لا هذا ملعب، أريد جمعها. ما هنا، اكتب هنا، اكتب هنا. لا لام ألف. لا قلت لك لام ألف. لام ألف ايوه مشي. ها اي ب اي ب لا تشبك. ها اي اي ب لا اي ب ما ينفع الان لحالها والباقي لحال. اي ب يلا بطل. اي ب بس كده. الان انت وصلت الى الكنز، خذ كنزك وتوكل على الله. تعال يا عبد العزيز، خذ اللي فيه ورجع هنا تاني. ماشي، تعال يا عبد العزيز، نريد منك سؤالا آخر. هنا ألون حبات العنب التي تحمل الحرف المشدد باللون الأصفر. أنا أريد منك فقط أن تستخرج لي كلمة فيها حرف مشدد. أحب. إذن هذه كلمة أحب. إذن أنت وصلت إلى الكنز. فواز، أريد لك أن تستخرج لي كلمة أيضا فيها حرف مشدد. ما تتكلم يا أحمد، عادي. كلمة بها حرف مشدد يا فواز. تكسر. هذه كلمة تكسر. خذ الكنز. أريد معنا ثلاثة متنافسون، خزيم وعبد العزيز وعزام. ألون حبات العنب التي تحمل كلمات تبدأ بحرف قمري، ال القمرية باللون الأحمر. أريد منك كلمة من هنا تبدأ بال القمرية. اجلس يا ابراهيم. نعم، ما اسمه؟ القضبان. ممتاز، القضبان كلمه صحيحه. تقدم زي ما انت واقف على الخط. لا 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 لا، واحده بس. عبد العزيز، كلمه اخرى فيها اللي قمريه. القمريه الحريق. ممتاز. عزام، كلمه اخرى فيها اللي قمريه. القضبان. لا، قلنا القضبان الحريق. هل هنا؟ لا خلاص، هما اثنين بس. طيب نروح للتدريب اللي بعده. نروح للتدريب اللي بعده. هذه كلمة، هذه الكلمة يا عزام منطقة مناطق. طيب أسر مفردها أسرة، اكتبها لي. أسرة. إبراهيم وأحمد وصالح محرومين من المشاركة في هذه الاستراتيجية مرة أخرى. أسرة تو. أحسنت، تقدم خطوة، أنت معهم الآن. الآن خزيم، كلمة، هذه كلمة مفردها، اكتب لي كلمة صديق. أنا عارف إن هي سهلة. إبراهيم، اجلس يا إبراهيم. لا، استنى ما أمسح لك الطريق. يلا، صديق. صديق. أيوة، أحسنت، تقدم خطوة يا خزيم. أحسنت. إذن قلنا كلمة أسرة وكلمة صديق. مواقع. موقع. موقع، اكتب لي كلمة موقع. موقع سهل.
أحسنت، تقدم خطوة نحو الكنز. عزام، ما هذه الكلمة؟ مفردها؟ اكتب لي كلمة مسجد. أحسنت. ميم لما نكتبها نوسعها شوية، يعني امسك كده لباسة تعمل سبعة نايمة وتشدها كده، ماشي؟ أحسنت. تقدم نحو الكنز. إذن عندي الكلمة ومفردها، الكلمة ومفردها عبد العزيز. طيب هنروح ل لا خلاص ما هو لازم الوقت، نروح لتدريب آخر، تدريب آخر حتى نصل إلى الكنز. اتصل بالدفاع المدني كلمة تنتهي بتنوين ضم. اتصل، ضع من عندك أنت كلمة تنتهي بتنوين ضم. من الذي اتصل بالدفاع المدني؟ زم. أريد منك أن تكتبها لي بتنوين ضم وتصل إلى الكنز مباشرة. فواز، فواز. أيوة هو هذا تنوين الضم. مبارك عليك الكنز يا خزيم، خذ كنزك الآن. اهدى اهدى علي. يلا عبد العزيز، سأشتري لك جديدا كلمة تنتهي بتنوين فتح. قطارا، اكتب لي كلمة قطارا. لا قطارا، 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 قطارا. أين الفتحتين؟ أيوة كده، على الراء وليس الألف. أنت الآن تصل إلى الكنز، خذ كنزك. عزام، اعتذر عمار إلى كلمة تنتهي بتنوين كسر. اعتذر عمار إلى خالد. يلا اكتب لي خالد. فواز وقطارا مكتوب على السبورة، اللي يحب يكتبهم. أهم يا نواف. خو لي ها؟ حاضر. خالي دن. يا سلام عليك، ممتاز يا عزام. أنت الآن وصلت إلى الكنز. معنا ثلاثة متسابقون، جدد، أحمد وحمزة وعامر. المطلوب أدخل ال على الكلمات الآتية ثم اكتبها في المكان المناسب وغير ما يلزم. هنا عندي ال شمسية وال قمرية. أول كلمة يا أحمد ما هي؟ الخضرة. لا أريد هذه الكلمة، ما هذه الكلمة؟ هاتف. هل إذا أدخلت عليها ال تصبح شمسية أم قمرية؟ قمرية. قمرية، اكتبها يلا. هدوء يا محمد، امسح السبورة لو الدنيا زحمة امسحها واكتبها. محمد أرجو الهدوء. ينفع روح. اللي قاعد بيشرب العصير أحمد أفندي ممكن يحل اللي موجود على السبورة. اللي تحل، اللي قاعد يحل، اللي تحل. يلا هنقول إيه؟ الهاتف. تف. ايوه قمرية ام شمسية؟ ضع على اللام سكون والهاء خليها في النص، مشيها شوية وبعدين اعملها بقى. طيب ماشي كده تمام خلاص. انت الان بدأت اول خطوة نحو الكنز. حمزة هات القلم لحمزة. الكلمة الثانية الأرض. أرض، هتبقى الأرض. قمرية أم شمسية؟ قمرية.
قمرية. اسكت يا ركان، اسكت يا ركان. ال بيقول ال يا ركان، ال تبقى قمرية ام شمسية؟ قمرية. ايوه زي القمر. يلا الارض. احسنت. الارض. شاطر، تقدم خطوة نحو الكنز. اعط القلم لعامر. هذه الكلمة يا عامر ما هي؟ سيارة. تصبح السيارة. تاني. السيارة شمسية أم قمرية؟ شمسية. يلا وريني السيارة. السيارة قدامك هناك لو حابب تبص عليها عادي. طيب خلي التاء جنب الراء، ما تبعدها قوي. والسين هيكون عليها ايه بقى عشان شمسية؟ ايوه شدة وفتحة. السيارة. احسنت، تقدم خطوة نحو الكنز واعطي القلم لأحمد. الكلمة الرابعة يا أحمد. مدرسة. ضع لها ألف ولام تصبح مدرسة. قمرية أم شمسية؟ قمرية. أحسنت. يلا المدرسة. ممتاز، ضع عليها سكون على اللام. بارك الله فيك. تقدم خطوة واعطيه لحمزة. يا حمزة الكلمة هذه. ضع لها ألف ولام هتبقى الضيف. شمسية أم قمرية؟ شمسية. أنا هرجع الخطوة لو كلمت تاني. ما ينفع نتدخل مع زميلنا الضيف، ما ينفع نتدخل. هذه مسابقة. الضيف. أحسنت. أين الشدة؟ على الحرف اللي بعد اللام. الضيف. بارك الله فيك. ات العامر. ما زي الكلمة يا عامر؟ الرمل. اعطيني يلا الرمل. الرمل. شمسية ام قمرية؟ احسنت. يلا حط الشدة. الر. دايما اللام الشمسية يأتي بعدها حرف مشدد. احسنت. اعطي لأحمد. اقترب أحمد من الوصول إلى الكنز. ما الكلمة؟ كتاب. سنضع عليها ألف ولام تبقى الكتاب. يلا الكتاب. قمرية. الكتاب قمرية. يلا الكتاب. هنا انتهت اللام القمرية. الهاتف. الأرض. المدرسة. الكتاب. خلي بالكم بس وانتم بتكتبوا التاء المربوطة، هذه جعلوها تاء مربوطة ليست هكذا، يعني اعملوها بالتاء المربوطة زي هذه، زي هذه. طيب أنت الآن وصلت إلى الكنز يا أحمد، خذ كنزك. يلا يا حمزة ما الكلمة؟ الزيت. شمسية أم قمرية؟ شمسية. أحسنت. يلا اكتبها هنا. الزيت. أحسنت. الزيت. الزيت. ممتاز. إذن اللام الشمسية انتهت. السيارة. الضيف. الرمل. الزيت. خذ كنزك يا حمزة. عامر. يا عامر. عامر سأشتري لك. أريد لك أن تكتب لي كلمة قطارا. قطارا. طارن. ايوه بس الطاء لما نعمل الطاء نعملها كده. بص بمشي من ورا اطلع فوق والف وانزل عليها كده. خلاص يا بطل انت الان وصلت الى الكنز. اقفل القلم واخذ كنزك. انتهت استراتيجية الوصول الى الكنز. شكرا لكم. احد لسه عاوز يشارك؟
ترى استنى شوف، إذا كان لسه في تدريبات، إن كان هناك تدريبات أخرى. طيب والله ما زعلكم. معنا ثلاثة متسابقون جدد، إبراهيم وركان وعبد الله. أرجو الهدوء. ارجع إبراهيم، ارجع إبراهيم. قررت المدرسة القيام برحلة مدرسية. اكتب أسئلة تبدأ بأدوات استفهام، أين، متى، كم، من، وأضع علامة الاستفهام. مكان الرحلة، إذا أحببت أن أسأل عن مكان الرحلة أستخدم هذا ممكن، وممكن أيضا ها ممكن أقول إيه؟ أين؟ أين؟ تعال اكتب لي أين، اكتب لي أين. أحسنت، ها امسح لك السبورة ها، يلا اكتب لي، اكتب لي أين. أين؟ أين؟ إذن نستخدم أين؟ أنت الآن تقدم خطوة وأعطي القلم لركان. طيب يا ركان، لو حبيت عن أسأل عن زمن الرحلة، يعني موعد الرحلة، أقول إيه؟ يعني أنت عاوز تشوف الرحلة دي يوم لا أوف مكان عبد العزيز وعزام اجلس إبراهيم. أنت عاوز تسأل عن الموعد، يعني متى تقول إيه؟ يعني هي يوم ايه؟ تقول ايه؟ يوم ايه؟ ايه تسأل، تستخدم ايه؟ هتقول اين ولا متى؟ متى، متى، اكتب لي متى. ها عندك على السبورة متى؟ ما؟ ها تا ها لسه الالف المكسورة، اشبك فيها الف مكسورة، الالف المكسورة لف. شاطر، ايوه بس نشيل السنه دي يبقى كده متى. ارجع وقت القلم لعبد الله. بعض التلاميذ، بعض التلاميذ مزعجين. لا اوف على هذا. المشتركين في الرحله، انت عاوز تسال على المشتركين في الرحله تستخدم ايه؟ اين ولا متى ولا كم ولا من؟ كم المشتركين في الرحله؟ ممتاز، عددهم. وممكن اقول ايه كمان؟ متى، ها متى المشتركين؟ عاوزك تسال عن المشتركين في الرحله تقول تستخدم ايه؟ عاوز تعرف هم مين؟ تقول ايه؟ ها من، اكتب لي من يا محمد. من، حط الفتحه على الميم وسكون على النون، سكون بس، سكون مو شد، سكون. ايوه ارجع هات القلم لابراهيم. طيب يا ابراهيم اكتب المطلوب. اتمنى امنيه جميله لصديقي. اتمنى صديقي يدخل الجنه. يا سلام، طب اكتبها بقى. اتمنى، اتمنى، يلا اتمنى، كلمه اتمنى هي قدامك. أتمنى، أتمنى ألف مكسورة، ممتاز، أن يدخل، يلا أن يدخل، محمد يدخل صديقي دي قي. يا سلام عليك. الجنة أمنية، أحلى أمنية في العالم، أحلى أمنية تمناها إبراهيم لصديقه وهو أن يدخل الجنة. ما شاء الله، أمنية رائعة وإجابة رائعة، ووصلت، اقتربت من الكنز. اعطني ركان، أطلب من معلمي أعرتي قصة من المكتبة. تقول إيه؟ عاوز تسألني إن أنا أعطيك قصة، تقول إيه؟ أعرني
قصة أعرني قصة. طيب معلش انتهت الحصة، نكمل بعدين.